السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتعلم النهاردة مع بعض قراءة سورة الفلق، وإن شاء الله ناخد حكم واحد بس من أحكام التجويد فيها ونطبقه كويس. نبدأ مع بعض بقى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. طيب، كل حرف قاف ماله؟ مضموم. الحروف الفتحة والكسرة والضمة دي أنا عايز أطلعهم كويس، عايز أبينهم. أقول قو، قل، قل، وبين التوسط بتاع اللام. قل، قل أعوذ، أعوذ، وحرف الزال. إحنا اتفقنا مع بعض قبل كده في الفيديو اللي قبل كده، قلنا إن حرف الزال من الحروف الإيه؟ من الحروف اللثوية، لازم أطلع فيه طرف اللسان. قل أعوذ ذو، عشان خلي بالنا يا جماعة، احنا لو طلعناه زي حرف الزين هيبقى انا كده غيرت معنى الكلمة تماما. فخلي بالي من الفتحة والكسرة والضمة، وخلي بالي كمان من الحروف دي، من الحروف اللثوية دي، لازم اطلع فيها طرف اللسان. قل اعوذ بربي، برا البه مكسورة والراء مفتوحة، يبقى بربي، وشدد على الباء اللي هي الأخيرة ديت. ليه؟ علشان هي مشددة، فهي معناها إيه؟ إن الحرف ده حرفين. بربي، بربي الفلق. أخش على طول على حرف اللام. حرف اللام هنا لام قمرية. لام قمرية يعني إيه؟ يعني أظهرها. علامتها في القرآن إن هي بتبقى اللام عليها سكون. فأقول إيه؟ بربي، بربي الفلق. بعد حرف الباء على طول أخش على اللام. بربي الفلق. الفا، ما اقولش الفا الفلق، لا، الفا، الفلا، لا، الفلق. شفتي المؤذن كده لما بيقول ايه؟ حي على الايه؟ حي على الفلاح. بيقول فا لا، دي برضو زيها الفلق. وقف بايه بقى؟ وقف بالقلقله. طيب يعني ايه القلقله بقى دي؟ انا بكلم طبعا الناس اللي هي ما عندهاش فكره خالص عن احكام التجويد، ما تعرفش معنى كو اي حاجه خالص، لسه بتبدا قراءه القران. فالقلقله دي من الصفات. الصفات دي يعني زي كل واحد ما فينا ليه صفه، في واحد طويل، في واحد قصير، في واحد تخين، في واحد رفيع. برضو الحروف الابجديه اللي في القران برضو نفس الكلام. كل مجموعه من الحروف ليها صفه معينه بتميزها عن الحروف التانيه. طيب الحروف بتاعت القلقلة ايه هي؟ هي جمعوها في كلمة قطبة جد، يعني حرف القاف والطاء والباء والجيم والدال. الحروف ديت لو لقيت عليها سكون او هقف على الحرف ده هعمل له قلقلة. قلقلة يعني ايه؟ يعني زي اضطراب في النطق كده. الحرف ده بيبقى من جوه كده، فانا عايزة اطلعه، فاقول الفلق. طب لو انا ما طلعتوش كده مش هيطلع خالص، يعني اقول الفلق كده ما طلعش خالص معايا. تمام كده؟ من شر ما خلق. من شر، من شر، هنا في اخفاء وبعدي حرف الشين، فاقول ايه؟ من شا، شا، كاني بقول شاي ما بقولش شا، يبقى من شا، من شر، من شر ما، ما خلق. برضو الميم هنا وراها ألف، ده مادة طبيعية. أقول ما خلق، خ، خلق. برضو اللام لا، ما أقولش لا، خلق. وقف برضو بالقلقلة. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق، غا، غاسق. هنا التنوين هنا ده إظهار، يعني أقول غاسق إذا، أو أكسر الهمزة كويس، إذا، وبرضو هنا حرف من الحروف اللثوية، إذا، ورا مد طبيعي، إذا وقب، ما أقولش و وقب، و وقب. ومن شر النفاثات. ومن شر، اللام هنا بقى مش هنطقها، دي لام شمسية، طالما ما عليهاش حاجة في القرآن تبقى لام شمسية. هنا النون مالها؟ فاكرين الحكم اللي احنا خدناه بتاع النون المشددة والميم المشددة؟
بعمل فيه غنة. غنة يعني ايه؟ يعني بطول في الحرف شوية، بقول ان انف. الفاء هنا برضو مشددة، يعني معناها ان هي حرفين، يعني اقول ايه؟ انف انف، وراها مد طبيعي اهو اللي هي الالف الصغيرة قوي دي. النفاثاتي برضو حرف الثاء من الحروف اللسوية. النفاثاتي النفاثاتي، وبلاش اطلع هوا في التاء، يعني بلاش اقول النفاثاتي تي كده، لا النفاثاتي تي. في العقد، اللام هنا برضو ده لام قمرية. العين مالها بقى؟ العين مضمومة، يعني ضمها كويس. اقول العقد العقد. ومن شر حاسد اذا حسد، برضو ومن شر حاسد، برضو هنا التنوين اظهار، في اظهار، وما اقولش ح اقول ح. حاسد اذا حسد، وبرضو بالقلقلة على حرف الدال. يبقى هنا احنا عرفنا كده الحكم بتاع النهارده ايه، اللي هو حروف القلقله. حروف القلقله دي اللي هي كاني بنطر الحرف كده عشان ايه؟ عشان يظهر وعشان يبان. لو قلت وقب وقفت كده مش هبينه، فلازم اقول وقب. ماشي، نقرا بقى مع بعض السوره كلها على بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الفلق يا جماعة وسورة الناس يا ريت نرقي نفسنا بيها قبل ما ننام، ونرقي بيها ولادنا. ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا من كل شر، وربنا يحفظ ولادكم ويحفظكم جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.